كنت هايل قوي في التمرين. البركة فيكي. أنا بعمل إيه؟ بزعق بس. بتزعقي من قلبك. وروحي وعقلي. صوتك بيصحي اللعيبة. بيخليهم زي الخلف السبق. بيطيروا بالكرة من السنتر لحد الجول. خد وهات وهات وخد وهوب جول. وأيا ناري لو كرة مرتدة. والبنج بتاع الزمالك يقزح بيها. بحس بدموعك نازلة على خدك، وأسنانك بتقرقط ضوافرك. مناخيرك بتنفش وعينك بتحول، وحالتك بتبقى عيضة. أعمل إيه؟ بموت في الأهلي. بتحبينا قد ايه؟ شايف البحر شو كبير، كبر البحر بحبه. شايف السما شو بعيد، بعد السما بحب بحب بحبك يا حبيبي. احلى صوت سمعته. احلى من فيروز؟ احلى من احمد عدوية. طيب قطيعة تقطع الشغالين وسنينهم. ايه يا ماما مالك؟ الراجل الطباخ اللي جاب ابوك ده اكيد مهفوف في عقلي. ليه حصل ايه؟ قلت له النهارده سخن الطاسه يا عم صالح. قال لي انا مسخنها. قلت له حط الطاسه على النار قبل ما تحط السمن. قال لي يعني ايه؟ قلت له ما تعرفش يعني ايه تحط الطاسه على النار يا عم صالح
قال لي ما اقدرش ابدا، الطاسه دي انا مكلفه. ما عرفتش هو بيقول ايه ولا عرفت ارد عليه. بتضحك يا ماما؟ الطاسه يعني دماغه، عشان يسخنها لازم يشرب شاي. يعني ايه؟ يعني بيبلبع، بياكل البسطه. ياكل البسطه؟ اه، امال هي جواباتنا ما بتوصلش ليه؟ اهلا زيكم. هنتغدى امتى؟ لما يجي ابوك. الساعه 2 ونص. نشتري جزمه جديده لاختك. طب هات كبده الفراخ. ما لقيناش كبده في الفراخ النهارده. طب الجناح، الجناح الايسر. تصور يا زيكو لما تكون ياكل بنج شمال. مش معقول. اسبقين انت يا حبيبتي، اصل نسيت افتح صندوق البوسطه. شوفي يا ماما. الله، حلو قوي، ربنا يخلي بابا. امال فين بابا سالو؟ نزل يجيب البوسطه. ابسط يا عم صالح. حد بيندهلي؟ ما نستغناش. اجري حبيبتي اندهي لكيم واخوكي. بقول ايه؟ مش كنت تسرحي شعرك وتلبسي فستان تاني؟ ليه يا حبيبي؟ هو احنا رايحين فرح؟ لا انا مش اوزني ايدك، الشربه هتتدلق. يلا بقى يا امين. بتسمع ايه بس؟ سلوى مش تفهمني الكلام اللي بنتكلمه. الفرخه لما تكاكي، الطور لما ينعر، اصوات البشر من ايام حواء وادم بتسبح في الفضاء، انا بحاول استدعيها واسجلها. سمع؟ في حد بيخبط على باب. سيدي كيمو. سمع يا سلوى؟ سمع؟ الجاريه بتنادي على سيدها. الغدا جاهز. الله ينكد عليكي، دخلت في الخط غلط. على فكره يا زكي وانت يا سكيمو، انتوا مطلوبين في الاسم. في امين شرطه كان هنا الصبح، خد مني معلومات. طبعا مش انا اللي ظبطت الحرامي. ايوه حكيت له بقى لما شفته وهو بيلعب في كالون مكتب ابوكم، وقلت له بقى لما صوت، وقلت الحقوني يا ناس حرامي الحقوني. طبعا هيندهوني عشان اتعرف عليه. والله لما يكون في وسط الف لطلعه واوديه في 60 داهيه. مالكيش دعوه بيه بعدين اتقصادك. اه بعد كده يخرج من السير نيجي يذبح. يا لهوي. الو احمد، مش هتقدر تيجي على الغدا النهارده؟ ليه؟ طيب خلي بالك من نفسك، ربنا معاك. ايه، هو بابا مش جاي على الغدا ولا ايه؟ لقى جواب في البوسطه فاضطر يروح اسكندريه دلوقتي حالا. مسكين، ليل ونهار نازل شغل، مش راحم نفسه ابدا. شغله كتير. اللهم قويه. تحت امرك الشقة وصاحب الشقة. ميرسي يا حبيبي. بكرة ما اتعرف على بعض مش هخلي نفسك في حاجة ابدا. ميرسي يا حبيبي. صحتك يا روحي. قوم افرجك على باقي الشقة. خبر اسود.
قوم اصحى. في ايه؟ ابوك متجوز على امك. بتقول ايه؟ اقرا. توفى لرحمة الله دكتور محمد نصر الدين. ايه ده يا ابني؟ كمل. والد يا نهار اسود وعم حرم المهندس احمد سعد. امال ايه؟ مفاجأة الموسى. ده كلام. ما هايس. بنقول بكرة يعني. تحصل انه يتجوز كمان. مسكينة يا امه. تكفى عن خبر مجهور. طبعا. امك اللي عرفت تقع من طولها. احمد. صباح الخير يا فهيمة. ايه ده؟ انت كنت بايت بره؟ خضتني عليك. لا ابدا، انا جيت بالليل لقيتك نايمه، قمت الصبح من بدري علشان انزل اجيب لك الهديه. احمد، كل سنه وانت طيبه. النهارده عيد جوازنا. كل سنه وانتم متجوزين. هديتنا انا وزيكو عزومه على حفله النادي، هيوزعوا الجوائز. زيكو احسن لاعب. طب يلا يلا دخل الحاجات دي جوه. يلا. النبي يا بابا، مره في العمر تتعشى معانا في النادي. او النبي يا بابا تتعشى معانا في النادي. عارف الاسكالوب بتاعهم؟ الاسكالوبايه قد كده اهو. فضلت خيرك. طب يلا يلا يلا. بقول لك ايه، كل واحد ياخد بريزه ويتعشى على مزاجه. طب يلا نفتح عشان اوقع من الجوع. اتفضل يا صادق بيه. وده ايه اللي جابه السعاده؟ يمكن جاي يهني بعيد جوازنا. اها، ما هو ده ما تفوتوش مناسبه ابدا. اهلا وسهلا يا صادق، اتفضل. حماتك تحب؟ ماليش نفس، اصل صحيت النهارده على خبر مؤذي. ايه؟ كفلنا الشر. الدكتور محمد نصر الدين تعيشوا انتوا. انت ما تعرفش يا احمد؟ لا. انت ما قريتش الاهرام؟ اهو يا سيدي. وريني عم صادق. توفى إلى رحمة الله الدكتور محمد نصر الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده مات فعلا. ده من أعز أصحابك يا أحمد. أنا لازم أروح أعزي. هروح أحضر حاجة سودة. بلاش، أجلي الموضوع ده. الليلة دي ليلة جوازنا، ولا عاوزة تقلي بيها كحلي؟ ده واجب يا أحمد. بقى كده يا سي صادق؟ عاوز تعمل لي فورتينة في البيت وفي ليلة جوازنا؟ إيه؟ ليه يا أخي؟ يا فهيمة مش عارفة؟ عارفة إني متجوز؟ بابا. مالكوا يا ولاد؟ البركة فيكوا، بتعيطوا ليه بس؟ لأن المرحوم يبقى عم حرم المهندس أحمد سعد. أحمد سعد مين؟ أنا يا ستي. المرحوم يبقى عمي وأنا معرفش؟ إزاي الكلام ده؟ لأن ابن خالة حضرتك صادق بيه فاهم إن أنا متجوز عليك. إمتى ده حصل؟ اسأليه. أنا مش غلطان. الناعي بيقول وعم حرم المهندس أحمد سعد. الذوق انك تضرب لي تليفون وتتاكد من الخبر، لكن انت عاوزنا نتطلق. نتطلق ليه يا احمد؟ عشان البيع عاوز يتجوزك. مين قال ان انا عاوز اتجوزه؟ وانا ما قلتش ان عايز اتجوزك. لا بقى هتنكر اياك. الله، جرايه فهيمه. ده انت كنت بتلف حوالين البيت في انصاص الليالي، ياما بعت لي جوابات اشي ازرق وبنفسجي واصفر، ياما سقت عليا والدتك والعيله واللمه وانا اللي رفضت. الكلام ده كان من ربع قرن يا فهيمه. انت لسه بتحبها؟ طول ما الراجل ده عايش انا مش هشوف روحها ابدا. إذا كنت عاوزة تتجوزيه أنا مستعد أطلعك حالا. لا يا أحمد، أحمد لا، مش قاعدلك في البيت. لا. الراجل ده يا أخي سبحان الله. يا خباص يا موقعاتي، أنا بحب جوزي، إن شاء الله يكون متجوز عشرة أبو ولادي. بحبه بحبه بحبه. افهميني بس يا فهيمة. إن كنت عايز تخش البيت ده هو تخش على إنك ابن خالتي وبس. أنتوا لسه واقفين؟ روحوا دوروا عليه، هاتوا البيت بأي طريقة. ما تخافيش يا ماما، مش هيطلقك. أنا خايفة يعمل في نفسه حاجة. لا مش هيعمل حاجة. يا مالة بختك يا فهيمة، يا قلة حظي، يا دي النحس اللي راكبني. دي ليلة بستناها من السنة للسنة يا إخواتي. مع السلامة أنت بقى يا عم صادق، سعيكم مشكور. ها؟ مع السلامة. وبعدين ما تبقاش تحشر نفسك، بتجيبوا لنفسكم الكلام وتتهزقوا أو أنت. ولد. اتكل على الله. بابا جه يا حسن افندي؟ من شويه، اتفضل. السلام عليكم يا بابا. اهلا. ماما ما صدقتش ان حضرتك متجوز. انا مش متجوز. طب عيني في عينك كده؟ اهو نزل عينك يا ولد، ده جواز عرفي. والعروسه انتهزت فرصه النعي وقصدت. انا هأدبها. اصلها بابا يعني انسانه برضو وموقفها صعب.
انا اتفقت معاها من الاول ان الحكايه دي تبقى سر، ولما تخلف لك عيل برضه هيبقى سر. مش هعترف بيه. هتدخلوا محاكم الواد يشهد عليك. نعم. هيقول لك قدام القاضي ابا هات ايش. انت عاوزين مني ايه بالظبط؟ اللي احنا عايزينه انك انت تفض الجوازه دي. سلوى لسه صغيره، عندها 6 سنين، وامي غلبانه. هي صحيح تخينه ومربربه لكن عبيطه وعلى نياتها. وده اللي مجنني. يا بابا يعني عاوزها تبقى حويطه؟ لا، عاوزها تشيل اللحميه اللي في مناخيرها طول الليل بتشخر. هتعمل العمليه. نفسي ادخل البيت الاقيها لابسه فستان حلو ومسرحه شعرها وهي صغيره، كان زي الورده، كان حلمي بالنسبه لي ان اضم الورده اشم ريحتها ولونها وسحرها. شهرين بعد الجواز الورده دبلت، لا بقى لها ريحه ولا طعم ولا سحر. هنرشها ميه ونحطها في الشمس. دي بتاكل سد لحالك. الست اللي عاوزه تحافظ على جوزها تحافظ على وزنها ورشاقتها. انا اعرف ستات بغير دمهم كل سنه. ما انت كل يوم بتغير دمها يا بابا. هنسبقك على البيت يا بابا. ما تنساش الليله دي عيد جوازكم. ونوعدك هتروح هتلاقي مخلوقه تانيه. ميرفت امين، هتلاقي في البيت ميرفت امين. يلا. حبيبي انت حتى ايه في شعرك؟ لك جوال. I like it. وانا حديهم جايزة باسم الفرق الفايزة. دي بوسة من نار.
لدهو من شمالي ودهو من يميني ايدي بوسه من عندي لدهو من شمالي ودهو من يميني نزلوا ايديكم جمدوا عينيكم واما صوت الصفارة ينادي عليكم تروحوا بايسين روحوا بايسين قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا 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 مش هتقوم في ليلتها اعمل معروف شوف لي تاكسي بسرعه تاكسي منين هو ده معقول ما فيهاش بنزين التانك مليان وجايبها من التصليح تسمحي اوصلك انا مشواري بعيد قوي تحت امرك اتفضلي بس لو سمحت بسرعه احسن فاضل على رفع الستاره ربع ساعه اسمع اركنها قدام الباب ونبه على فراش النادي يحرسها لغايه الصبح حاضر يا سعدي انت زملكاوي ولا اهلاوي انت ايه انا كنت اتحادي عشان اسكندرانيه لكن دلوقتي اهلاوي اصلي بيعجبني زيكو قوي غريبه كل الناس بتحبه عشان فنان وموهوب انت اكيد بتحبه عشان خاطرك بس ميرسي قوي قوي العفو انت اسمك ايه الكارته باي 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 ده ايه؟ ودي قاعدة ملاكي أجرة يا فندم؟ لا بقى خبطتين في الراس توجع أرجوك معلش أنا واخدك مقاولة الليلة بالعكس انت الليله اسعدتني جدا ميرسي انت بيجيلك نوم بعد التعب ده كله بروح انام ما بدراش بروحي نظام غلط امال اعمل ايه ده على فين في محل لطيف بيقدم عشا كويس قوي ايه رايك لا معلش اعمل معروف خالتي مستنياني دلوقتي محضره لي البيض والبسطرمه ياه دي أكلة حامية عليكي قوي ما أنا بشرب وراها إزازة مية بس على الأقل تكون وصلت النهار خالتك؟ لا المية أصل الشقة في آخر دور بس هنا ميرسي قوي قوي فرصة سعيدة مش هقدر أقولك اتفضل تصبح على خير وإنت من أهله بالحق اديني مفاتيح العربية ليه؟ بكرة الصبح خلي الميكانيكي يجرها على الورشة ما تتعبش نفسك سكينة مش نافعة اسمها سكينة؟ على اسم خالتي ليك عليا ارجعها نوفي وتقولي على المصاريف طبعا شرط شرط مع السلامه سعيد ايه ده انا قلبي انفتح لك اول ما شفتك لا مؤاخذه انا اتسرعت سامحيني تصبح على خير ميه ولا تليفون ولا مواصلات ولا زفت دي شطها الجواب اللي عندك ده جه دلوقتي يا سوزي مين جاب شاب اصبر كده بيقول انه من عند سي احمد بيه سامحيني اتصرفت بدون اذنك لقيت العربيه ما فيهاش اي امل
بعتها وكملت على تمن عربية جديدة حلوة تليق بجمالك ورقتك. ملحوظة، المفاتيح في الظرف والعربية تحت قدام البيت. مبروك. قعد. ايه دول؟ سرحانة في ايه؟ في الحلم اللي انا عايشة فيه. دي حقيقة يا سوزي، انت في الدنيا. دنيا غير دنيتي. سوزي، انا انسانة على قد حالي. فجأة لقيت نفسي راكبة عربية شيك وبرقص في محل ما كنتش استجرى ادخله. انا عايزة افوق من الحلم ده. تاخد العربية الجديدة وترجع لي سكينة. انت بتقولي ايه؟ بطلي عبط بقى. بلاش اكدب على نفسي، انا بعد شوية هطلع 45 سلمة لما يتقطع نفسي، وادخل الشقة الاقي كنبة مايلة وكرسيين مبوزين، وانام على سرير طول الليل مكسر ضلوعي، والصبح احط الصابون على وشي وعناية تحرقني وسكينة تنزل تملي الكسرونة من عند الجيران. ممكن نتكلم في الموضوع ده بعدين. ما اقدرش اعيش بوشين. زي ما جبتلك العربيه هجيبلك شقه في احسن حته. لا بقى، ده حلم تاني. اذا كنت عاوزه تشوفيها الليله انا مستعد، ولو عجبتك هسيبلك المفاتيح. غريب، انت معاك مفاتيح كتير قوي. تفتح كل الابواب. انت بتقدملي الحاجات دي ليه؟ عشان بحبك. تحب تتفرج على اوضه النوم؟ اتفضل. ايه رايك؟ دي شقتك؟ ايوه. وعايش فيه؟ عازب وحداني. عربية وشقة وإيه كمان؟ اطلبي أي شيء تلاقيه. وإيه اللي أقدر أقدمه لك؟ حبك. الحب اللي بيبتدي بدين كبير زي ده. وليه تسميه دين؟ مفيش حساب بين الحبايب. بس الحساب تقيل قوي. يظهر إنك مش عارفة قيمة نفسك. أنا إيه؟ وأنا إيه؟ أنت يظهر مليونير. لما بكون معاكي وأبص في عينيكي بحس إن أنا فقير. أنا فتحت الدولاب لقيت فيه قميص نوم. أنا آسفة أوي، ما لبستش حاجة غير لبسها قبل كده. أنتِ فهماني غلط، أنا هديكي مفتاح الشقة تسكني فيها. وأغير نمرة التليفون؟ وكانون الباب كمان. بس أنا ما أقدرش أدفع إيجار الشقة دي. مين قالك هتدفعي؟ هيجي يوم وتعملي قضية طرد. أنا متشكرة أوي على السهرة دي. لو سمحت، رجع لي سكينة. بحبها. وحشتني. لازم اشوف لها شقه تانية. فين صعب قوي. بس لقيتها شقه كوبري الجامعه، الشركه بتستعملها مخزن. نلغي المخزن، ديكور حلو، موبيليا من بونترمولي، موكيت من بورسعيد، حسبه 20,000 جنيه. مش خساره فيها. ديمو ما جاش؟ جوه من بدري. ابوك هيتجوز تاني. يا نهار اسود ومنيل. خدت كمالية بعد الظهر ومعاها باباها ومامتها. فين؟ في العزبه بتاعت ابوك. اشرب شويه برتقال، ناكل شويه موز، اتفشخر عليهم بقى. ها وبعدين؟ لقيت عم عويس الخولي بيبص لي من فوق لتحت. قلت له ايه يا عم عويس؟ مش عوايدك. قال ابوك رهن الجنينه. رهنها؟ مش هيجيبها لبره.
اخرتها هنسحب امك واختك على السيده زينب وما نقدم شيء بيداه التقاه وهنيئ لك يا فاعل الخير والثواب. وبعدين ما بدهاش، لازم نكشفه، لازم نخلي الستات تجري منه زي ما فركشناها المره اللي فاتت نفركشها المره دي. احنا هنفضل نفركش لامتى؟ احنا ورانا دوري، ماتش الزمالك فاضل عليه اسبوعين. اسمع بقول لك، مش انت كنت قلت لي انك انت عندك ميكروفون قد الترمسه بيسجل كل حاجه؟ هتعمل بيه ايه؟ احنا نحطه في سماعه التليفون ابوك الخصوصي ونسجله. شوفوا شوف اهو هو ده. اه طب دلوقتي اقلب الكعبل في السلك. مفيش سلك، الميكروفون الكتروني. الكتروني؟ اه اللهم صل على النبي. بقول لك ايه؟ ماما وسهل ولا يشوفونا؟ خرجوا من بدري. خرجوا؟ اه طب اسمع، اجري انت روح صرف شكريه. طب صرف. خلاص يا زيكو؟ خلاص عايزين نجرب التوصيله. طيب انا هوصل اوضتي وانت ارفع سماعه التليفون ولا اي حاجه، بس تعالى في الباب بالترباس احسن ابوك يخش علينا. الو الو الو، 1 2 4 6 8 10، هنا محلات احمد بعزق للتكنولوجيا، المحل مستعد لتوصيل السلكي واللاسلكي للمنازل والافراح والمياتم. انتم السابقون ونحن اللاحقون، 2 4 6 8. الحق بابا الحرامي رجع. فين هو؟ زيكو حبسه في مكتبك. بعتلي موت الولد. زيكو قفل الباب من جوه وزنقه في الحيط وقفش سمارة رقبته. اجمد يا زيكو. بابا جه، بابا جه. هشرب من دمك. اي بتعض يا ابن المفترية. طب دوق دي. اوعى ياخدك على اخوانها يا زكي. ده انا كنت اخنقها يا بابا. هيا عيني، هيا عيني. فينك ضرب من العيل؟ اخويا عمي، عمي يا بابا. الحرامي جوه بيبصص عليه زيكو. وحشاني ياما. ورا يا كيمو، اوعى تسيب اخوك. على كيمو. سرق الخزنه؟ لا ما لحقش، على العموم ما كانش فيها حاجه ابدا. برافو عليك يا زيكو. المهم التوصيله. كله تمام. بشرفك. شرف ابويا. انا احمد. انت لسه زعلانه مني؟ فاضيه امتى عشان افوت عليك؟ أمرك يا حبيبي. بكرة 10 الصبح عشان مسافر اسكندرية. زي ما عجبك. باي باي. باي باي يا حلوة. بكرة هعرف لك هي مين. ازاي؟ هقول لك أنا. بكرة الصبح قبل ما أبوك يركب العربية تكون أنت لابس في الدواسة ورا. حياتك يا مرسي، عاوز العربية تشتغل. حاضر يا بيه. بسرعة هاجي لك الساعة 11. حاضر يا بيه. Thank you.
شايفه جوزك يا ست هانم؟ ماله؟ ماله يا ابني؟ شحمني. غلطان. حقك عليا يا سيدي. انت السبب في ده كله. انا يا ابني؟ افتكر انا بعمل كل ده عشان ايه؟ فوقي بقى، اصحي قبل ما يطلعك. مين اللي طلعني يا ابني؟ مين؟ لو انت متجوزه كام؟ واحد يا حبيبي. يا ناس يا عالم، اعمل فيك ايه؟ خد كل اللي حلتي، سيبني في حالي، ارحمني. حرام عليكي، هتموتين ناقص عمري يا ماما. ماما؟ لا هو انت مش امي ولا ايه؟ اللي تحسبه يا حبيبي. يا زكي، الحقني يا زكي. زيكو، الحقني يا زيكو، الحرامي بيقول ان انا امه. ايه ده؟ انت متهرب كده ليه؟ تعالي يا ماما قربي. حقي فيه ما تخافيش. مين؟ كيمو ابني. امه يا بنت. ومضى قطار العمر. راح اداري حمام سخن وصابونتين في نيكولاتر جاز. ولا ينفع، انت عايز تتقشط. انا سمعت عن مغرمين كتير، ما سمعتش عن حد بالشكل ده. بيحبك يا سوزي، بيحبك، والحب يعمل اكتر من كده. اكتر من كده ايه بس؟ عربية وبروش الماني. وبيقولي محضر لك مفاجأة كبيرة. الجواز بقى. طب مش يستنى لما احبه الاول؟ لو انت لسه ما حبيتيهوش. طول عمري بحلم بشاب من سني. فتحي عينيكي بقى احسن تروحي في النوم. فتحي وبحلقي كده مش هتلاقي احسن منه. صدقيني انا شبان الايام دي يا شحاتين يا شبيحه. ثم يا اختي هو قالك انه عازب ووحدان، وتلاقيه مسكين يتيم كمان. طب والله العظيم صعبان عليا ومستعده اعطف عليه واتجوزه كمان. الو مين؟ انا شوشو يا احمد. انت غلطان فين؟ ابدا مشاغل. نعم طيب. ايه جواز غريبه، انا عمري ما وعدتك بالجواز. وافتكر العلاقه اللي كانت بينا كانت واضحه جدا. لا لا انا مش بتاع جواز. مين دي؟ لا دي واحده قديمه. الو مسرح تشاتشاتشا. الانسه سوزي من فضلك قول لها اجنس العربيات. انا على التليفون. هلي هلي. ربنا يسهل. الو سوزي حياتي، انا لسه واصل من اسكندريه. عرفتها سوزي اللي قدمت النمره في حفله النادي؟ يا خبر اسود ملعوبه. اسمع زيكو. نعم. تقدر تعلقها؟ علق مين يابا؟ اقول لك عليها كازانوفا. انت زيكو معبود النساء اللي مدوخهم ومسخسخهم ومطير النوم من عينهم. مسخسخ مين يابا؟ يا عم انا بحب كماليا. وانا بقول لك حب سوزي، علقها بس، اعمل عليها وانتو، غزلها، هتقع الجون يبقى مفتوح قدامك، شوط على طول والنتيجه ابوك يطلع قوي. زيكو انت كنت بتتفرج؟ ايه ده؟ ده شيء ورا العقل، ده حاجة تاوس. ميرسي قوي، أول مرة بتيجي المسرح؟ لا هو في الحقيقة أنا جاي هنا علشان مناسبة يعني. خير إن شاء الله. لا ولا حاجة، مجلس الإدارة بتاع النادي عمل اجتماع بعد ما شاف الحفلة وقرر إنك أنت تبقي عضوة مدى الحياة. ميرسي. وبعدين أنا فرجتهم إن أنا أجي أقدم لك الكارنيه بنفسي. ميرسي قوي. وبعدين جيت وقعدت وهل القمر وغنى البلبل ورقص الغزال، لقيت جسمي بيتهز وزي ما بكون بسخن. كنت هقل عقلي واطلع المسرح العب. حقا لو تشتغل معانا في الفرقه استعراض واحد، ماتش كوره بنات ضد الولاد. لو امثل الكوره بيمشي عيني. صدقيني الكوره هتقع في حبك بجد، مش هتتعبي، مش هتروحي للكوره. الكوره هي اللي هتجيلك. الكوره هتدقلك وتتدحرج وتحط نفسها على وش رجلك وتقول لك شوطينا يا سوزي. الجون هيفتح لك صدره ويقول لك تعالى يا سوزي، ادخلي عليا يا حبيبتي، ادي بوسه يا سوزي. قالوا لي ان دمك خفيف قوي. انا ماشي. مش معقول لازم تشرب حاجه؟ لا معلش انا عايز طعم الدادي يفضل في بوقي لحد بكره. طب هشوفك تاني؟ الماتش الجاي يوم الجمعه عندنا ماتش مع الزمالك، توعديني لو كسبنا نتعشى سوا؟ ما اقدرش اصل انا خساره. يبقى هنخسر الماتش. لا اوعدك استحلف. السحلف فات فاته وديله سبع لفات. جموع
مرند الاهلي بيستقبل لاعبته اللي نازله ارض الملعب، اكرامي وحازم خالد ومار همام وشطه والخطيب وشيف عمانه وطاهر الشيخ ومصطفى عبده وادي زيكو واكرامي. جمهور النادي الاهلي الحبيب بيشجع لاعبته وبيحثهم على اداء مباراه جامده ممتعه تليق باسم النادي. مصطفى عبده بيشوف الجول يخشها المأمور وينام عليها تاني ويمسكها، ودخل اثنين مدافعين على زيكو اتعور ووقع انما ان شاء الله سليمه ويلعب تاني، والحكم بينادي على الدكتور علشان يعالجه، وواقف الخطيب وغانم سلطان وطه بصري انما ان شاء الله سليمه ويستمر هيلعب تاني. الجمهور مبسوط لان النادي الاهلي ضاغط. الكره مع مصطفى عبده للخطيب لزيكو اللي شاف الجول، شوطه جامده، الجول الاول للنادي الاهلي في دقيقه 22 من الشوط الاول. الزمالك 0 الاهلي 1 على اللوحه زي ما احنا شايفين، وجمهور الاهلي سعيد ومبسوط. امال فين سوزي؟ قلقت في دقيقه ولبست في دقيقه وببص ما لقيتهاش. كنت روحت؟ ابدا، كانت خدتني وياها. حد زعلها؟ بالعكس، النهارده كانت سعيده ومبسوطه يا سيدي اخر انبساط. ليه؟ اصل زيكو كان بيتفرج يا سيدي. زيكو؟ زيكو ما تبقاش مجنون. ويتم تحضير الفوسفور بواسطة إضافة فوسفات الكالسيوم إلى حامض الكبريتيك المركز. يد 2 كب ألف 4 زائد ك 3 فوق ألف 4 كل 2. أخوك فين؟ بابا؟ رد علي، أخوك فين؟ بيذاكر عند واحدة صاحبه. مين؟ مالش. ويتم تحضير الفوسفور. بصلي هنا بابا، خضتني. جاتكم البلاوي، ايه اللي بتعمله ده يا ولد؟ يوجا يا بابا. لا لا، ليه؟ انا عرفت انك بتعرف بنت لازقلك في كل الماتشات. اني بنت فيهم؟ هم كتير ولا ايه؟ يو ما تعديش كده ومين سمعك. بتعرفي رجاله كتير؟ ليه، هو انا نفسي حلوه زيك؟ انا اعرف واحد بس اسمه ايه؟ مالكش دعوه. مخمر اسامي دي، ده هاي كلاس، هاي قوي. اسمه احمد سعد. مش عرفت؟ وانا بنت قاعده على وداني. انا اعرف عنك كل حاجه، اسمك واسم امك والبقال اللي كنت بتشككوا منه. انت بتحبيه؟ مين قال لك اني بحبه؟ امال بتعرفيه ليه؟ روشني، دوخني، فوقني من احلامي الصغيره اللي كانت على قدي، عربية وفروش ألماز والبقية تأتي. بيفرش ليه؟ علشان. عشان ايه؟ علشان. عندك حق، كلامك مظبوط، لكن انا بقى وقفته عند حده. والنتيجة؟ هيتجوزني طبعا. مبروك زيكو. سيبيني سيبيني. زيكو زيكو زيكو، انت جرى لعقلك حاجة؟ شايف البحر شو كبير؟ كبر البحر بحبك، شايف السماء شوف ال... انت بتعيط يا زيكو؟ والله ما انت عارفه انا بعيط ليه. سيبيني سيبيني وارجع للعربيه والبروش الالماس. انا عمري ما دورت على الفلوس، انا عمري انا بحبك يا سوزي، بحبك من يوم حفله النادي. وانا كمان يا زيكو. اسمعي كلامه وتنفذيه بالحرف الواحد. حاضر. اول ما تنزلي مصر ترمي له العربيه والبروش وتقولي له عيب يا والدي، عيب يا والدي، ده انا قد بنتك. بالحق، هو والدك اسمه ايه؟ والدنا؟ مش هقول. وحياتي اسمه صادق، وما تهربيش من الموضوع، ولا تحب اروح اقابل الجدع بتاعك بنفسه وادهولي. انا صعب قوي، لما بحب بستابع، وشرف ام اروح فيه تابيده. ما دي الشر عليك يا زيكو. قولي له معلش، ان كان عندك واد حلو ولطيف كده زي زيكو، انا مستعد اتجوزه. صحيح يا زيكو. صحيح يا سوزي.
غرقيه. ما بتتكلموش ليه؟ مالك يا احمد؟ كيمو اسمعي يا شكريه، شكريه كلكم واكلين بوسطه ولا ايه؟ صباح الخير. انت فين يا زيكو؟ بابا مشغول عليك قوي. هو انا مش قايل لك ان انا كنت بساكن عند واحد صاحبي؟ مش كنت اضرب تليفون وتقول لك هتبات عنده؟ ما التليفون خسران وانت عارف. وصاحبك ده ساكن فين؟ في عزبة الزيتون ورا نخلة المطاعي عند الشيط القطر. اسمه ايه؟ اسمه حسن حكشة. الله إيه؟ انت كنت عند حسن حكشة؟ اه. ازايه؟ سلم عليك قوي. يخرب عليك يا حكشة، ده واد لذيذ قوي. قوي قوي، ده المذاكرة معاه تفتح النفس. يعني عملت الواجب؟ ده انا خلصت على المقرر كله. مبروك يا زيكو. ألف ألف مبروك يا زيكو. الله يخليك. أهلاً وسهلاً، اتفضلي. زيكو موجود يا شكرية؟ مالي يا روح قلبي، وحشاني، موت، موت. أوقف مصلحك ورد عليا، كنت فين امبارح بالليل؟ كنت عند واحد صاحبي. مسيك خالص. صباح الخير يا أنكرش. أنا ما كنتش مرتبطة بزيكي ده خالص. بس إيه دي بس هكلمك. سيبني أرجوك. تعالي بس. أرجوك يا أنكل، أنا عصبي تعبانة. تعالي بس معايا. عن اذنكم انا رايح كلية 84-94، احفظها كويس. لا لا لا، انا ما بحبش البنات الحلوين تعيط. لا يا عمي، ده انا بيشوفني ولا بيعبرني، واخرتها هيشوفه امبارح في العربية ومع واحدة ست. كان معايا واحد صاحبي حسن حكش. كنت بتقول انك رايح تذاكر. تعبنا من المذاكرة، قلنا ننزل نشم شوية هوا. ايه ده؟ وحسن حكش ده بيلبس باروكة؟ ايوه. ايوه ازاي؟ اقرع. اقرع؟ ايوه اقرع، كان عنده قرع انجليزي وهو صغير، جات له تعلبة قضت على شعره تماما. وبيلبس فستان؟ كان لابس قميص من شجر. ورايح بدراعاتك ولا رقبتك؟ انا اصلي كنت بسوق بسرعه، هو قلبه خفيف، اتخض، قال لي على مهلك وحياتي يا زيكو. ورحت بايسه. هما شافوني وانا ببوسه. ايوه شافوك. يا ناس، يا عالم، هو ده معقول؟ واحد يبوس واحد صاحبه في العربيه؟ ليه؟ قالوا لك عني ايه؟ ده حتى يبقى عيب. اخس، اخس، ما دي اخرتها، انا عارف. طب تعالي بقى. انت هتشوف بنفسك، تعال. انا هطلب لك حسن حكشة بنفسك. اسألي، حققي معاه، هتعرفي كل حاجة، هتعرفي اذا كنت انا مظلوم ولا لا. الو، مين انت؟ مين انت اللي طالبة؟ اهلا وسهلا، انا حسن حكشة. زيكو ده نزل من عندي اديله في ساعة. هو لسه ما وصلش البيت؟ لا لسه، ومشغولين عليه قوي. اهو جه اهو. زيكو. الو، ايوه ابو علي. ايه؟ معلش بقى قلقناك من النوم. كله تمام؟ ايوه. ده انت يا ابني كنت ملبوخ حته لبخه. علي صوتك مش سامعك. بتقول نسيت ايه في العربيه؟ مش سامعك ابو علي. الو. الو. المهم ابوك شربه مظبوط. امبارح ما نامش طول الليل. الفار كان بيلعب في عبه. اذا كان هو فتك احنا ابتك منه. حق يا ابني لو عرف ان سوزي هي اللي كانت معاك امبارح. يا خرابي. مفيش فايده. التليفونات بقت هباب، لا انا سامعه ولا هو سامعني. حقك عليا يا زيكو. عشان تبقي تصدقيني. لازم اللي بلغك واحد زملكاوي. انا عندي فكره. ايوه والله. ايه رايكم تخرج الليله دي مع كاميليا ترقصوا وتتعشوا لغايه الصبح؟ اشمعنى حكش يا اخي؟ انا هحجز لكم ترابيزه في الاوبرش. ايه رايك يا زيكو؟ ايه يلا بقى البسوا الدبل وبعد الامتحان تكتبوا الكتاب. انا كنت وقت زيكو بالشقه اللي عند كوبري الجامعه. ايه ايوه حاضر، عشان خاطر عيونك انت بس. ميرسي قوي يا انكر، ربنا يخليك لينا. تاخدي حاجه سخنه؟ سوزي ليك تليفون في اوضتي. مين؟ زيكو. الو زيكو، 10 دقايق واكون جاهزه. هتسهرني فين الليله دي؟ لا لا سامحيني الليله دي يا سوزي، مش هقدر، اصل كان عندي تمرين جامد في النادي وجات لي عضله جات لي عضله، رجليا بتوجعني مش قادر امشي عليها. ها؟ لا معلش الليله دي. طيب يلا يا زيكو. أنا... مش لبست خلاص؟ طب حكش، مع السلامه اخويا. مع السلامه حكش حبيبي. مساء الخير. اهلا احمد بيه. ازيك يا سكينه؟
حيوة يا بيه. وحشتيني من امبارح. ميرسي. ما كنتيش في مصر خالص. خطفت رجلي لجاية اسكندرية. أصل والدتي تعبانة شوية. ألف سلامة ليها. سافرتي بالعربية؟ العربية حطها في الجراج. ما بستعملهاش خالص. عطلانة ولا إيه؟ لا أبداً. بس أنا هرجعها لك. والبروش كمان. إيه اللي حصل؟ يا أحمد بيه أنت كنت كريم معايا قوي. وأنا شايفة إني مش هقدر أسدد الدين اللي عليا. وكمان بعد إذنكم. إيه اللي حصل يا سكينة؟ خلاص ما عدتش قادرة يا بيه. دي مخها طق خلاص. كله من الواد المفحوص ده. ما تقوليش عليه مفحوص. لا ده مفحوص وستين مفحوص. أرجوك يا خالتي. الله. يا جماعة. أمرك. أنا هاخد البروش والعربية ومش هتشوفي وشي بعد كده تاني. بس أرجوكي نفضل أصدقاء. أنا صحيح هعيش في عذاب وألم، لكن هقضي طول عمري عازب ووحداني وبحبك. شايفة العقل والإخلاص؟ شايفة الحب التقيل الراسي؟ مش العبان اللي هيجيب خبرك؟ سكينة. خلاص يا سوزي أنا هسافر اسكندرية، ولو شفت خلقتي بعد كده يبقى لك تتكلمي. بس 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 يا جماعة أنا مش عاوزكم تزعلوا بسببي. إيه رأيكم نسهر إحنا التلاتة سوا الليلة دي؟ الظهر المحل مليان، مش هنلاقي ترابيزة فاضية. طب ما نروح حتة تانية. استنى من فضلك. رايحة فين؟ راجع حالك. مالك يا سوزي؟ كنت بتدور على حد؟ مالها يا سكينة؟ اصل الواد المفعوص طلع نكل. وبعدين معاكي بقى انت مش هتسكتي؟ دخلت لقاته بيرقص مع البنت المجنونة اللي دايراله في كل الماتشات. الله، هو لعيب كرة؟ زيكو. اه زيكو النكل الجبان. اقطع دراعي ان ابوه بيعكو شريف. لا وبعدين يا سكينة؟ خدي امسحي دموعك. ميرسي. تحبوا تروحوا مكان تاني؟ اي مكان يعجبك. بس المكان اللي هتروحوه المرة دي مش هتروحوا منه أبدا. يعني إيه؟ اتفضلي. مبروك مفتاح شقتك الجديدة. ماما مين اللي بيتجوز؟ انت حبيبي خطوبتك على كاميليا. صوركم ماليه الجرايد. يلا نعمل الشربات. ابوك عملها. السلام عليكم. مبروك يا كابتن. الف مبروك. متشكر قوي. متشكر. عبالك يا كيمو. انا لسه بدري عليا. لما تتجوز انت الاول. ايه بتقول ايه؟ قصدي لما اتجوز سلوى الاول. اتفضل يا صادق بيه. اهلا يا صادق. على الله ما اكونش غلطان المره دي. لا المره دي مظبوط. اتفضل. ده زيكو واحد في البلد. مبروك يا زكزك. زكزك خير وتابع عملي. كمان يا زيكو اهوز. انت هتسافر اسكندريه بكره؟ ماليش نفسي العب الماتش ده. ليه؟ ده انت لوحدك هتحط 3 كور. قول يا رب. بقول ايه؟ ما تفرجني على الشقه اللي هيديها لنا باباك دلوقتي. لسه بدري عن نيجي.
حاضر. ما شالوا اليافطه ليه؟ مش بتقول باباك عملها مخزن؟ اه. في حد جوه؟ مفروض في فراش جوه. وكمان جايب لغايه عندي يا كذاب يا مجرم؟ وكمان جايبني لغايه عندها يا كذاب يا مجرم؟ اسمع بس يا كماليا، ما انا هقول لك. حكشن ها؟ قرع ولا بزباروكة؟ انا هقول لك. انا فاهمه من زمان، من اللي ما رحت لها المسرح. اهدى ارجوك. مش يمكن بابا فرش الشقه واجرها؟ يا سلام، الصدفه الغريبه دي. اشمعنى بابا ياجر الشقه لسوزي بالذات؟ تقدر تفهمني؟ لا ما اقدرش يا كماليا. خلاص شاب كدك اهي، والدبله كمان، وان شاء الله هتغلبوا في اسكندريه 6-0. انت زعلان عشان اتغلبت في اسكندريه؟ ابوك هو اللي غلبنا يا سلمى، الله يسامحه. ده مسكينه، انت الضحيه، انت وامك وانا كماليا. ليه بتعيط يا كبير؟ الزمالك هيبهدلنا. متصفر على ايه؟ على الهيبه كده يخش فيك 3 جوان. طب روحي روحي. زيكو زيكو فرجة. كماليا اتصلت بيك؟ لا، انا اتصلت بالمحامي، لسه جاي من عنده. رفعت قضية على ابوك. قضية ايه؟ قضية حجر. نعم اخويا. المحامي اكد لي ان احنا هنكسبها، انا وانت هنبقى اوصية على ابوك. واذا خسرنا القضية؟ هيطلق امك وطردنا من البيت. هيطلق امك وطردنا من البيت. والله يخرب بيتك. اسمع، احنا ما نستناش لمشرف لاسه. انت نسيت 12 فدان اللي باعوا مع الست الفرنسويه؟ اه، ولا بيت الحدايق اللي كتبه البنت حافظ باشا، ولا مظبط في المعادي وكع 5000 جنيه عشان جوز الوليه طرمخ. اسمع، احنا نقطع عرق نسيح دم. نقطع عرق نسيح دمه؟ اسمع اما اقول لك، انت دخل فيك 3 جوان، اخر جون من بين رجليك. هارد لك يا كباتن، تعيش وتاخده غيرها. وعاوزني نسكت له؟ عمال يلعبنا ويغزلنا ويجيب فينا جوان. هتشوف يا بابا، هنغلبك 6-0. ياما المحامي منبه علينا عشان نكسب القضيه، لازم تخسي، لازم تباني قدام القاضي رشيقه وزي الغزال. مش قادر، ركبي تنقح عليا. وجع ساعه ولا كل ساعه؟ عايزينك تروحي المحكمه حلوه وصغيره ومثقفه. كفايه. بقول لك ايه، مش عايزين ابويا يلاقي مبرر انه يبص لحد غيرك. يلا اقعدي هنا. هنبتدي. يلا. 1، جوزك بيحب. 2، هيتجوز عليكي. 3، هيبدل ثروته. 4، هنقول لله. 5، خليك يا جدع عمال. لا بقى مش قادره. قوليها بالفرنساوي. سا سوفي مدام كوم سجلي. مدام كوم كوم سجلي. بسم الله عليك يا فاتنة العجوزة. تعال نوزنها. يلا. ايه خست قد ايه؟ 10 جرام. كفايه ايه؟ لازم تخس 40 كيلو. يا خرابي انا هموت من الجوع. اتفضلي الاكل اهو. اعملوا معروف، عايزه طبيخ. النيابادي طبيخ. ديتو. 1، جوزك بيحب. 2، هيبدل ثروته. 3، هنشعط على القهاوي. اعلان ايه ده؟ فين الكلاب؟ في اوضتهم. انا هفرجكم معاكم. احمد ايه بس اللي حصل؟ مش عارف اللي حصل يا ست فهيمه، دي اخرتها، دي عامله تعمليها انت ولادك. والله لا افرجكم، والله لا اخرب بيتكم، والله يا عيال. افتح انت هو، افتح. والله لا اربيكم، والله لا اربيكم كلكم. افتح انت هو. افتح. السيد اكرامي احمد سعد، السيد زكي احمد سعد، الست فهيمه محمد مرعي. بونجور مسيو، كومون تاليفو؟ انت فرنسويه يعني؟ نو. مصريه؟ وي. طب ما تكلمي عربي. اوكي. السيد احمد سعد. حاضر عنه. اخرج استناه براته اوام. حاضر. انت زيكو؟ ايوه فندم.
وانت كيمو بقى. معلش يا سياده القاضي، احنا لعبنا في اسكندريه ماتش كويس بس الكره كانت محجره. هو الزمالك هيروح مننا فين؟ ان شاء الله الماتش الجاي حلبه. قاضي زملكاوي. انا قصدي اقول يعني يا سعاده البيت ان شاء الله الماتش جاي هنتغلب له. زمالك يا هندسه فن ولعب. احنا بنلعب ولا ايه؟ انت هنا في محكمه يا حفيظ. ايه الكرسي هيخنقني. طب ده كلام. اتفضل يا استاذ مصطفى. يا سياده القاضي، انه لمن المؤكد ان المدعى عليه قد وصل الى درجه السفه بل الى العتق نفسه. انه منذ ان تزوج وقد درج على مطاردة النساء. يا استاذ احمد، احمد بيه. واخيرا وليس اخر، هل المدعى عليه مضطر لمطاردة النساء؟ لا يا سيادة القاضي، ها هي زوجته تحافظ على شبابها، رقيقة كالنسيم، صوتها اخاذ حين تتحدث بالعربية، ممتع فيه اغراء حين تنطق بالفرنسية، حلو يملك المشاعر حين تتحدث بالإنجليزية. أنت كنت عارفة يا مدام إنه بيخونك؟ نعم، دي توت. أرجوك تتكلمي بالعربي. طب ممكن أخرج شوية؟ عشان إيه؟ أبحبح. هو إيه اللي تبحبحيه؟ خلاص يا سيادة القاضي، أنا بحبحته. هل العلاقة الزوجية بينكم طبيعية؟ للأسف من يوم ما خلفت بنتي الصغيرة انقطعت العلاقة، بس بقى في عيد من جوازنا كيمو جاب له إزازة نبيت هدية قلبت كيانه، قعد يرص لي قصيدة غزل وفي الآخر وقع بلسانه. إزاي؟ قال لي بحبك بعبودك يا شوشو. شوشو دي تبقى مين؟ لازم واحدة من بتوعه. وبعدين؟ وبعدين انا بقى علشان اغيظه قلت له انا كمان بحبك بعبودك يا صادق. صادق ده يبقى مين؟ ابن خالتي. وبعدين رقعني انا. ها تولني. وبعدين عضيته يا سياده القاضي. طيب خلاص خلاص. ام عايشه في عذاب يا سياده القاضي، ما بتاكلش لحمه ولا خضار، بتاكل في نفسها. كانت 95 كيلو بقت 50 و10. حبيبتي يا امي. اخر دكتور يا فندم قال لها يا هانم اطلب الطلاق وجوزي واحد يسعدك. دي راعت بالصوت، قالت بنتي الصغيره لا يمكن تعيش مع جوز امها. وانا ازاي وانا بغلي كده يا فندم اعيش مع جوز امي وانا اللي جوز امي لا يمكن اقول له يا عمي. يا حبيبتي يا امي. طب اتفضلوا اقعدوا. ده كلام كبير قوي. اتفضل يا استاذ. موكلي حضر يا فندم. ناني على المداعي. السيد احمد سعد. اتفضل من هنا. يا مؤاخذة يا حضر. اتعتب على النصر. ايوه انا بعترف. انا رهنت الجنينة عشان اشتري عقار جديد. وادي العقد الابتدائي اهو. اما الشقة المفروشة فانا اجرتها ب 300 جنيه في الشهر، وادي عقد الايجار اجرتها لمين؟ للست اللي ولادي بيتهموني ان انا على علاقة بيها. ايوه انا بعترف، انا غرقان لشوشتي معاها. ليه يا سيادة القاضي؟ ليه انا غرقان لشوشتي؟ لان ابن البكر. ابنك هناك اهو. ابني المهذب المؤدب وقع في حبها، ساب المذاكرة والتمرين في الكورة، خسروا الماتش في اسكندرية، بقى واقف في الملعب لايص لأنه بيفكر فيها وبيروح لها المسرح كمان، كده ولا لا؟ لا 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 استنى بقى، أنا عايز أتكلم يا سيادة القاضي. أرجوك، كمل يا سيد أحمد. أردغان يا سيادة القاضي، حبيت أجوزه، خطيبته ظبطته معاها، رميت له الدبلة والشبكة، حصل ولا لا يا ابن حسن؟ أقول لسيادة القاضي على حسن حكشة اللي كنت بتبوسه في العربية تقدر تنكر؟ والتاني يا سيادة القاضي. أيوه التاني بيضيع فلوسه في الأوهام، بيستدعي الأصوات من الفضاء، روميو، جولييت، كليوباترا، إبراهيم باشا، أبو صبح، الكورة تبقى منشاطة عليه، يتهيأ له إن المرحوم مختار التتش بيكلمه، يبص له لفوق الكورة تنفن من تحت رجليه.
انا اللي سفيه، انا اللي محتوم. دول عاوزين يتخلصوا مني يا سياده القاضي عشان يستولوا على فلوسي، يفرتكوها ويضيعوها، يضيعوا مني اغلى شيء في الدنيا، حياتي، روحي، فيلمي. اوعى تفتكر يا سياده القاضي ان دي فهيمه، لا، دي عروسه حلاوه، سوموها ولبسوها وحطوا لها الاحمر والابيض ولبسوها المحبه لدرجه انها احلى مخلوقه. فين مراتي؟ فين الوردة المغمضة؟ أرجوك يا سيادة القاضي ما تخليهاش تتجوز صادق ابن خالتها، ما بتحبوش، بتحبني أنا وأنا بموت في دبدبها. رجعوني مراتي. فين فهيمة؟ 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 أحمد حبيبي، أحمد، أحمد. مالك يا ست فهيمة بالله؟ صح، كل كلمة قالها صح يا سيادة القاضي. جوزي حبيبي، مشيت ورا كلام العيال وكنت هخسره. يا حبيبي، يا حتة من قلبي. تحب احبسكم كمان؟ تحبسنا محكمة. حكمت المحكمة برفض الدعوة وإلزام المدعين بالمصاريف وأتعاب المحاماة. طب الأهلي حديد والزمالك صفيح وحل البوق أربعة. سوزي حبيبتي وحشاني موت، هكون عندك الساعة 7 علشان نتكلم في مستقبلنا، وبعدها حوصلك الشغل عشان تقدمي نمرتك لآخر مرة. هشرح لك بعدين لأنك هتسيب الشغل، وبعدها هنسافر أوروبا سوا. حضري نفسك. باي باي. باي باي يا حلوة. أنا داخل أنام، عاوز البيت كله هص. طب مش عاوز حد يتنفس، اللي هيتنفس هتباحه. أنا هتباحه. طيب عاوز أصحى الساعة 6 والشاي يكون جاهز، عندي ميعاد مهم قوي الساعة 7، مفهوم؟ اسمع أنت، اسمع. أنا أقدر دلوقتي أطردكوا طردة الكلاب، لكن هأجل الحكاية دي لآخر السنة. اللي هيسقط منكوا هتردوا على الشارع، ان شاء الله هتسقطوا انتوا الاثنين. ربنا يخليك لينا يا رب. انا ما اسيبش شغلي واسافر معاه ابدا. ما يمكن هيتجوزك في اوروبا. طب ما يتجوزني هنا وقبل ما اسيب شغلي كمان. انا بقول يعني بقول كده. نعم يا ست سكينه. يمكن وانتم مسافرين على المركب يعملها لك مفاجاه ويخلي القبطان يعقد عليكم. لانك هتسيب الشغل وبعدها هنسافر اوروبا سوا. حضري نفسك. باي باي. باي باي يا حلوه. اسمع، المعركه دلوقتي بقت على المكشوف. طلباتك. انت تتصل بسوزي حالا وتقنعها انك لسه بتحبها، وان احمد سعد راجل متجوز وعنده اولاد. هيسخطوك يا قرد، هيعملوك ايه؟ ما هتردنا هتردنا. يلا. الو، مين؟ مين؟ انت عاوز ايه؟ انا بس عايز اشرح لك. اسمعيني بس، اديني فرصه اكلمك. يا كابتن يا عظيم، يلي وشك ما فيهوش نقطة دم، أنا بحبه وهتجوزه النهاردة الساعة 7، النهاردة كاتب كتابي، تحب تشرف؟ أنا عزماك. هيجوزها النهاردة الساعة 7. مش هيحصل. بتفكر في حاجة؟ هوصل أجزي خانة وأرجع حالا. إيه؟ هتسمه؟ أبوك هيشرب الشاي هينام تاني، مش هيصحى لبكرة الصبح. في ما يبانش فوق فولة. سوزي وصل؟ ابدا يا اختي، والساعه بقت 7:30. هلسي سوزي. اهلا، مبروك يا حبيبتي. ما عرفناش مين العريس. دلوقتي هتعرف. هو مفاجاه ولا ايه؟ حاجه زي كده. عن اذنكم. من مين دراغه؟ كابتن زيكو. ايه؟ لقد رويت الزهور بدموعي الساخنه، ان قلبي لا ينفطر
متاخر عن ميعاده. انت عارف الميعاد ده ايه؟ لا. سوزي مستنياه ومحضره المأذون. كدب كدب كدب. انت حره. الو. ايوه هنا منزل المهندس احمد سعد. انا مين؟ انا ابنه. ابنه؟ ايوه ابنه، ابن الوسطاني. اه والله، ما هو بابا خلف من ماما 9، 4 الاول وبعدين انا وبعدين 4 تانيين، يعني انا الوسطاني. ماما موجوده، تحب تكلميها؟ لا انا كنت عايزه اكلم بابا. ممكن قوي. لحظه واحده يا فوتنا يا فوتنا. نعم يا بيه. روح اندهي لبابا اوام. خلي صفصف ينده له عشان انا بخيط البلوزه بتاعتي. روح يا صفصف انده لبابا. انا ماليش صحوه، ما اقدرش انده له عشان بابا في الحمام. الو بابا في الحمام. ادخل له التليفون؟ حاضر. روح يا سمير دخل التليفون لبابا في الحمام. انا ما اقدرش ادخل له التليفون، انا عندي مذاكره بصراحه. انا ادخله التليفون. لافاسكري لافاسكري. جبنه حلوه زي الجبنه لافاسكري. ايه الاخبار؟ اخبار زي الزفت. ازاي البيه متجوز ومخلف 9؟ يا بصيتي الو مين؟ انا سودي حمام العافيه. يا عازب يا وحداني، وانا اللي كنت عامله لك مفاجاه ومحضره لك المأذون. ما تتكلم، ما تنطق. غريب، انا عمري ما وعدتك بالجواز، وافتكر ان العلاقه اللي كانت بينا واضحه قوي. انا مش بتاع جواز، وعلى العموم انا اديتك ما فيه الكفايه تمن الايام اللي قضيتها معاكي. ايه اللي حصل يا حبيبتي؟ نجل جبان. الله، قال لك ايه؟ مش تفهميني يا فضحتي وسط الناس. يا فضحتي ليكو. وده ايه اللي جابه ده؟ راخ ليكو مبروك يا كابتن. مش معقول، كان ماتش هايل يا كابتن. الجون اللي جبته الاسبوع اللي فات كان رائع. هايل، ما قالولناش. انا هو ده العريس؟ مش معقول، كانوا خافين عليه. الناس بره فاهمين ان انا العريس، لكن مش فاهمين ان انا الضحيه، وان في سكينه في قلبي، وقلبي بخور بدم، بخور من وشي. مش طايق اشوف راجل قدامي يا كذاب يا بتاع كمانيا. عريسك هددني، بعت لي 3 شمحتجيه عشان يذبحوني. قلت لك ان انا عندي عضله وروح ترقص مع كمانيا عشان انساك، لكن ما قدرتش. حاولت افهمك الحقيقه، ما لقيتش الفرصه. ودلوقتي انا جاي علشان اشوفك لاخر مره، واقول لك ربنا يسعدك مع ام احمد ساعه. ده راجل عينه زايغه، عاوز يا اخويا يحب من غير جواز. اخس اخس على الرجاله. هي دي رجاله؟ هي دي رجاله؟ ما هم هو سمعتك والناس والفضيحه. سوزي ولا يهمك، انا العريس. ليه شرط؟ ان شاء الله 100 شرط. دي اللحظه اللي انا كنت مستنيها من زمان. ألف مبروك. طيب طيب زيكو اتجوز يا ماما. اتجوز كاميليا؟ سوزي يا فتي، عشان يسد الطريق على بابا. الشرع بيقول ان الاب ما قدرش يتجوز طليقة ابنه. اطمني، زيكو هيطلقها بكره. وانت فاكر ان ابوكو هيسكت على كده؟
بكره يحب واحده تانيه وثالثه ورابعه. ما تخافيش، كل ما يحب واحده زيكو يجري ويتجوزها له. يا حبيبي يا ابني، هيلاحق على مين ولا مين؟ ما تخافيش، من هلعب له احتياطي. منجي من المهالك. اخس عليك يا زينب، انت بتشرب لوحدك؟ اصل كنت مستنيك لما تغيري وتقلعي، يعني تقلعي وبعدين تغيري هدومك. يا حبيبي استر اللي بتستر، ده احنا غلابه وصحتنا ضعيفه. انا اتاكدت انك بتحبني، واحد غيرك كان خدته الكرامه وانتقم مني. ما كنت عايز انقذك من الفضيحه. جميل، مش هنساه ابدا ابدا. الازازه دي ما بتنزلش. لا كفايه شوربه كده. ياما ايه يا زيكو؟ اصلي بخاف من الضلمه. معقوله؟ يا ماما يا ماما. في ايه يا زيكو؟ اصلي وانا صغير كان عندنا شغاله حلوه زي الارض، وفي ليله من ذات الليالي كنت انا رايح في النوم. وبعدين يا حبيبي؟ وبعدين التريه هي بقى كانت بتبوس فيا. وايه كمان يا حبيبي؟ وكانت بتتعكلف في صدري. وايه كمان يا حبيبي؟ قمت مخطوط من النوم، بقيت الف في الاوضه زي المجنون. زيكو ارجوكي ما تطفيش النور. حاضر يا حبيبي، بلاش، اقلع هدومك بقى. نعم؟ اقلع هدومك. لا. ليه؟ من يوم حادثه البيت الشغاله وانا بنام بهدوم. زيكو حبيبي. ازاي؟ ازيك انت؟ تيجي نلعب استغمايه؟ ابونا ضربونا، تعرفي تقولي سبع لحلاح استلحلحناهم زي ما استلحلحنا احنا من سيل ملح احنا الملحوسين. ايه حكايتك بالظبط؟ انا بصراحه ما كانش ليا في الجواز. امال انا قلت لك ليه ان انا عندي عضله وهربت منك وانت عندك عضله دلوقتي؟ دكاتره قالوا لي مفيش فايده. مفيش فايده في ايه؟ بصراحه يا حبيبتي، بصراحه يعني انا هقول لك على كل حاجه. اه. مره كنا بنلعب ماتش مع الزمالك. اه. جه علينا فاول. ادي الجول. احنا وقفنا حيطه. اه. الواد الخواجه بتاع الزمالك ثبت الكوره وهيشوط. واحنا واقفين حيطه. وبعدين؟ دبان ثبت كل اللي في الملعب وجت وقفت على وشها. دهشها. كان الواد بيشوط. هي الهشه. زيكو مش معقول. يعني انت قلبت معايا بعقده نفسيه. احط ايدي في ايد احلى ست في البلد. علشان الناس تشاور عليا وتقول راجل راجل راجل. طب بس يا زيكو ما تعيطش. انا مستعد اطلقك. مش ممكن يا حبيبي، عشان العزمه في ايدي. هي العزمه في ايدك؟ اه. طب طلقيني انت. برضه مش ممكن، عشان بحبك. الحب اللي زي ده ما يجيبش عيال يا زين. انا مش عايزه عيال. انت ابني وابويا وكل حاجه ليا. ازاي مني؟ مش ممكن، بالعكس ده انا هحبك اكتر. اصبر يا قلب تستر. فهيمة كان بيذاكر عند واحد صاحبه، مش كده؟ اعمل لك شاي يا اخويا. شاي؟
انت ايه مخلفه لي قرود والله يذبحهم لك واحد واحد. ديمو ديمو هيقتله هيقتل ابن ديكو. مش عايزين النهارده. افتح يا كلب. شوف بقى انا هقول لك. اسعى اسعى فهمك انا. انا هقول لك على على بس ما 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 تضربش. شوف بقى يا مولي هتفتري مفيش داعي تفتري لان انا ما 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 انا هفهمك بقى دلوقتي على كل تعالى خش هفهمك انا. ماشي ماشي يا عم اضرب كمان ما انت قد والدي اخرب حرام عليك يا شيخ. مش كده امال ما تجيب بوس يا عم هديتهولك انا ديكو حبيبي كده اوعى سيبه اوعى. استنيتك يا احمد بيه في الميعاد اتصلت بيك رد عليا ابنك الوسطاني فهمت انك متجوز ومخلف تسعه خرجت من الحمام وكلمتني يا دوب بقول لك المأذون موجود الجنان راكبك انا مش بتاع جواز وعلى العموم انا اديتك ما فيه الكفايه ثمن الايام اللي قضيتها معاكي هو كان في ايام بينا يا احمد بيه يا محترم الشقه دي هتاخد اجرتها على الجزمه على الجزمه القديمه فاهم عاملين لكم بينا عاملين لكم بينا قلت له ايه ديكو حبيبي مرزبه ايده دي مرزبه ما ضربتوش ليه يا حبيبي اضربه بقول لك مرزبه رايح فين في 60 ده خدني لاخوك اطمن عليه وصل امي اطلب ابليس النجده اب يذبح اولاده وزوجات ولد احمد مش معقول تذبح ولادك ومراتك مش انت يا احمد اسكتي تعالى معايا انا فين اسمع الكلام على اوضتك خش هيذبح ابني وبعدين يخرج يذبحني الو بوليس النجده غلط انا اسف انا عمري ما وعدتك بالجواز وافتكر ان العلاقه اللي كانت بينا واضحه قوي انا مش بتاع جواز وعلى العموم انا اديتك ما فيه الكفايه مين اللي حط لي المنوم في الشاي انا يا بابا انت رد عليا يا بوليس النجده رد عليا سيكو اتجوز يا دان اتجوز يا امي الف الف مبروك والله فرحت لكم من كل قلبي يا سلام مجامل قوي يا اخويا ما تسكتي تروح انا عايز اعرف بس انت ازاي تسيبه يضربك بالقلم ليه ما اديتلوش قلمين ازاي تسيبه يشيلك وينكتك ازاي لغايه ما تقطع النفس ما تنسيش ان هو قد ابويا ما اقدرش امسك فيه وبعدين ما تنسيش كمان ان انا خطفت من بقه لقمه واي لقمه لقمه القاضي لقم الزلابيا متغرقه بسكر يا جميل انت بالبوليس ايه كله منك انت يا وش المصايب قول لاخوك يطلق سوزي حالا يطلق سوزي ما يقدرش العصمه في ايدها وايه اللي كان زنقه الجوازه كان لازم تتم باي شكل باي ثمن يا حسرتي على ابوك واخوك في يوم واحد الو اهلا زيكو سوزي عايزه تيجي تتعرف على العيله نفسها قوي تشوف بابا شوف الحلاوه ها ده مصيبه يا استاذ نحلها ازاي اسمع اسمع انا عندي فكره انت عارف بابا ده يبقى مين عمو صادق افهموني كويس سوزي لو فهمت الملعوب هتشن علينا وتفضحنا وهتركب دماغها مش هتطلع زيكو ابدا انت مين يا انكل انا ابوكم سلوى مين ده حبيبتي باب
برافو عليك. مستعدين؟ اتكل على الله يا ابني. اهلا اهلا. ازيك يا كيمو؟ مبروك يا احلى عروسه في الدنيا. ميرسي يا احسن جم في الدنيا. الف مبروك يا اولاد، الف مبروك. ميرسي يا بابا. ايه الجمال ده؟ ايه الشياكه دي؟ ما تخاف امال يا والدي. اقدم لك ماما. اهلا يا حبيبتي. اهلا يا ماما. يا سلام، سبحان مغير الاحوال. هو انت اللي هي اللي خطفت قلبي. اختي حبيبتي. يا حبيبتي اروح قلبي ده زيكو دايما بيكلمني عني، ده بيموت فيكي. وانا كمان بموت فيه. بيكلمني عنكم كلكم، ده بينام يقول ماما ويصحى يقول بابا. ابتسم. كمان. الو؟ مين؟ الو؟ مين اللي بيتكلم؟ ما تنطق يا بجم. ناس ما عندهاش دم. ايه رايك يا بابا؟ نعمل لهم حفلة في الهيلتون. وحفلة؟ حفلة لها العجب؟ مال لازم رقصات يزفوهم، احنا ما فرحناش بيهم. ولا ايه فهمتي؟ مين حضرتك؟ اوعى من وشي. ساعدين استاذ. عينك اوعى من وشي. يا نهارك اسود، انت ازاي تدخل بيت الناس من غير استئذان؟ ها؟ مين ده يا سوزي؟ ده راجل مهفوف بيطاردني في اي مكان اروح. اه، في رجاله مجانين بالفنانات زي مجنون سعاد حسني. ده جالنا يوم الصباحيه ونزل ضرب في زيكو، لولا ان زيكو مهذب واعتبره زي والده كان اداله علقه لما موته. ما تتطرق يا بايخ. بابا اطلب له بليس النجم. استنى يا بابا، خدها من قصرها وبلاش فضايح. كده كويس رعبت البنت. ما تخافيش يا سلوى حبيبتي، تعرف حضن بابا حبيبي. خلصي يا بنت اوام، خلصي. زيكو خلص يا ولاد من يوم ما اتجوز وهو في النازل. طبعا بيسهر ليل ونهار. ذنبي كاميليا. مش لعب ولا ابدا. ايه اللي جرى له النهارده؟ ايه اللي جرى له؟ على بالكم طوال. معلش يا كابتن، اصل انا نبهت عليك تبطل القرف اللي بتشربه. اتفضل، مفيش وقت، الماتش قرب. تسمح كابتن؟ ولا كلمه. اذا كنت عاوز تروح اتفضل، مع السلامه. انت كمان ارجع انت كيمو. اللي بتقوله ده اغرب من الخيال. زيكو ضحى بيكي عشان امه وسلوى، ده بيشرب ليل ونهار مش قادر ينساكي. ايوه، بس ما دام اتجوز لغرض معين يقدر يطلق. العصمه في ايدها اشترطت كده في العقد، قالت لي عليها الرجاله خاينين، حبت تامن نفسها. طبعا هي بتنتقم منك. هي لحد دلوقتي ما تعرفش ان ابوه هي كمان ضحيه. كلكم بتتعذبوا وانا السبب. انكل احمد، زيكو يا بنتي لازم يذاكر ويفوق لنفسه ويكمل الدوري، يخلصك الزمالك يغلب الاهلي وياخد الدوري. ابدا ما يخلصنيش. عن اذنك زيكو. زيكو تعالى، عايزك. اوكي، احمد حكالي على كل حاجه. ابويا؟ ايوه، والدموع كانت في عينيه.
مش معقول. صدقني اول مره في حياته يعيط، ضميره صحي. ابويا عقل. زيكو ابويا عقل يا جدعان. اقعد انت اتجننت. انا عاوزاك انت كمان تعقل وتفوق. العصمه في ايدها وهي ذنبها ايه عشان تسيبها؟ امال افوق ازاي؟ انت مش بتسكر علشاني؟ علشان عيونك الحلوه. خلاص وانا بقول لك اهو، انا حبيتك وبحبك وهحبك على طول. يا سلام، صوتك احلى من عبد المطلب. وحشتني ابتسامتك. انت كذاب، الحكايه اللي قلت لي عليها، الفاول والحيطه وغيره وغيره. مالهم؟ كل ده كذب. انا رحت النادي وسالت، قالوا لي مفيش حاجه من دي حصلت. انا عايز اعرف انت اتجوزتني ليه؟ ايه؟ علشان تمنع عني الفضيحه؟ في حاجه انا مش فاهماها. صاحبك يجي هنا ويضربك ويروح لكم برجليه على البيت على العشاء، في سر انا مش فاهماه. انت اتجوزتني ليه؟ ارجوكي سيبيني العب الماتش. انا اللي برجوك تقولي اتجوزتني ليه؟ يا بنت الحلال ارمي عليا اليمين وانا حبريكي. انا لا طالب لا نافقه ولا مؤخر ولا اي حاجه ابدا. اتجوزتني ليه؟ متشكرة. الكرة مع كيمو لصفوة. صفوة ماشي، اداها لحازم خالد، حازم خالد لشريف عبد المنعم، كاسر لجوه، طويلة قدام للخطيب، ياخدها منه محمود سعد، يديها لفاروق جعفر، لحسن شحاتة، لوادي لعيب، يديها لعلي خليل، لصلاح الدين، اللي عكسية تروح لماهر همام، لعلي خليل على صدره يلعبها مصطفى من قدام مصفوت، وكره للخطيب لمصطفى عبده، مصطفى عبده مع الكره لصفوت، طويله قدام ياخدها محمود سعد، يديها لعلي خليل، علي خليل لفاروق جعفر، للخواجه، الخواجه لحسن شحاته، حسن شحاته بيرقص واحد ويلعبها عكسيه طويله لعلي خليل. علي خليل بيلعب هو جول. شوط شوطه جامده على شمال اكرامي، الجول الاولاني لنادي الزمالك في الدقيقة 13 من الشوط الأول. الدور هيروح. نزلينا لعب الطاقم الثاني، أبوس رجلك، اعملي معروف. طاهر الشيخ طويلة عكسية قدام لشريف عبد المنعم،
عاوز يرقص. انا اقول لك انا جوزت دي، انا عندي فكره، ترمي عليا اليمين وانا اجاوب عليك في نفس واحد. يعني تقولي لي روح اقول لك انا اتجوزت، روح وانت اقول لك اتجوزتك علشان، وانت طالق اقول لك اتجوزتك علشان كذا وكذا وكذا وكذا. تقول لي اول يا كذاب يا غشاش يا ضلال خليل، ولكن عدل الكره نفسه وشاط في الجول. شوطه جامده على التهيئة. خلاص الدقيقه 27 من الشوط الاول. انا لله وانا اليه راجعون. دي بقى عايزه كونياك ملهاش حل. طبعا صعب قوي على النادي الاهلي انه يعوض، ولكن الكره مستديره. زيكو 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 زيكو. مجرمون كلكم هتروحوا في داهيه، هتدخلوا السجن. زيكو 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 زيكو. اقبض عليهم يا حضرة الضابط، كسروا الباب وبيختفوا قدام عينيك. اسم حضرتك؟ انا زيكو. كابتن زيكو ما بتلعبش الماتش ليه؟ ده الزمالك جاب جونين. حبسانه يا بيه. ليه يا ست هاني؟ سكران من امبارح. انا فايق يا حضرة الضابط. انا ما اقبلش العب وركب وخلع. انا ركب حديد والاهلي حديد. انا ركب حديد والاهلي حديد. انزل يا زيكو حسن. حضرتك تبقالها ايه؟ انا جوزتها، مراتها، جزء من مراتها. دي زملكاويه دسيسه والاهلي حديد. انا ركب حديد والاهلي حديد. انا ركب حديد والاهلي حديد. سؤال واحد كابتن زيكو. أيوه. هل انت دلوقتي مخطوف؟ بالعكس انا مبسوط قوي. يلا بينا. هتخسروا الماتش يا زيكو. ترهنيني؟ لو كسبتم هطلقك. هنكسب. ولو خسرتم هسيبك كده معلق لا طايل سما ولا ارض. انا ركب حديد والاهلي حديد. 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 انا ركب حديد. اهلا ومرحبا اعزائي المشاهدين، نعود مره ثانيه لاستاد القاهره لنقدم التعليق والوصف التفصيلي لمباراه القمه بين الزمالك والاهلي في الدوري الممتاز لكره القدم. اللعيبه نزلت الملعب وابتدت المباراه بقالها ثواني. نص الملعب اللي على ايدك اليمين فيه نادي الزمالك بزيه الابيض، ونص الملعب اللي على ايدك الشمال فيه نادي الاهلي بزيه الاحمر. نزل زيكو في الشوط الثاني بدل شريف عبد المنعم. الكره مع الخطيب ماشي يا اخي اللي جوه ده زيكو. زيكو ضربه محمود سعد، فاول على محمود سعد عشان ضرب زيكو اللي وقع، انما ان شاء الله سليمه وقومه كيمو، وزيكو هيلعب الفاول. بيعدل الكوره بايده واداها لمصطفى عبده، ومصطفى عبده اداها لزيكو لعبها بدماغه حلوه جميله على يمين المأمور. الجول الاولاني للنادي الاهلي في الدقيقه 4 من الشوط الثاني، واصبحت النتيجه 2-1 لصالح الزمالك. الجمهور زي ما احنا حضراتكم شايفين مبسوط وفرحان لان فرق الاهداف قل من 2-0 الى 2-1، وطبعا الجمهور عنده امل كبير ان زيكو يعمل حاجه. ودلوقتي ضربه ركنيه بتتلعب من حسن شحاته، لعبها عكسيه طويله عاليه راحت لطه بصري اللي بيشوف الجول. شوطه جامده يمسكها كيمو ويلعبها بايده الشمال طويله قدام، بنروح لشطه، شطه لصفوت، صفوت للخطيب، الخطيب تطول منه، ولكن تروح الكره تاني لمصطفى عبده اللي اديها لزيكو اللي بيجيب الجول التاني للنادي الاهلي في الدقيقه 7 من الشوط الثاني، وتصبح النتيجه 2-2 بين الاهلي والزمالك. والجمهور زي ما حضرتك شايفين في اليمين اللي قدامنا ده جمهور نادي الزمالك قاعد ساكت، وفي الشمال جمهور النادي الاهلي. كلتي ايه يا حلمي يا كلتي؟ انت ايه يا اختي كده جرى ايه؟ الاهلي هيغلب الزمالك. زعلانه؟ طبعا، لاني مرهنه زيكو. لو الاهلي جلب هطلقه من غير ما اعرف انا اتجوزته ليه. اداها للخواجه. احنا ظلمناك كتير. انت جاي ليه دلوقتي؟ بيقول لي انك انسانه عظيمه وقلب كبير، علمتيني وادبتيني وخدت درس على ايديكي. لو كنت دفعت ثروتي كلها ما كنتش اتعلمته. زيكو ولا شهم ضحى بكل شيء علشان ينقذني من الورطه اللي انت وقعتني فيها، علشان يحمي والدته واخته الصغيره، ويحميك انت كمان من راجل اناني دون بكتير قوي كان هيتجوزك عرفي ويرمي لك كرشين لما يسيبك. انت بتدافع عنه بمناسبه ايه؟ سوزي
زيكو ده يبقى ابني. ابنك زيكو يبقى ابنك؟ ايوه يا سكينه، انا قلت من الاول انه ابن صايع. ولكن ده زيكو اللي ماشي بيها، ورقص واحد والتاني وعاوز يشوط. دخل علي باكين ضربه، الضرب ضربه جامده قوي، وقع زيكو على الارض. الإصابة كبيرة قوي وشديدة، إنما إن شاء الله تكون بسيطة ويقدر يلعب تاني. وكيمو أخوه قرب عليه علشان زعلان وانفعل من إن اتنين لعيبة ضربوه، ولكن عبد الباقي زي ما احنا شايفين بيزقه لورا عشان يحصل الحكم يطرده بره. زيكو زيكو حرام زيكو. حرام مسكينة سوزي، ذنبها إيه معانا؟ سوزي 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 هي اللي غلطانة. سوزي سوزي ما عرفتش تختار الراجل اللي تتجوزه. أي واحد يقول لها بحبك كانت تصدقه. سوزي سامحينا سوزي. روح انت طالب. مبروك يا كمال، مبروك. أنا ما كنتش أعرف. مع السلامة سوزي. سوزي المفتاح ده بدل اللي ضاع. المفتاح ده عشان زيكو كمال. ألف مبروك يا جماعة. عليه الدوري صحيح، وراء كل راجل عظيم امرأة لولا كاميليا. بقول لك يا عم صالح. إيه يا أبو زيك؟ أنت راجل إيه؟